السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في قناتي. نتمنى هذا الفيديو يدخل عليكم بالصحة وبالسلامة وباش متمنيتو. يوم ان شاء الله هنقترح ميني بطبوط كيجي زوين وناجح مليون بالمئة وسهل وفي المتناول. انا متأكدة الى جربتوه بنفس الطريقة غادي ينجح معاكم، غير جربوه ان شاء الله غادي ينجح، راه كيجي زوين. ودابا غادي نشوفوا المقادير مع طريقة التحضير. عندي كاس ديال الفينو، مقدار كاس العنبة والملح، و 250 غرام ديال الدقيق الأبيض، ومعلقة كبيرة ديال الخميرة المعجونة، والماء الماء يكون دافي باش نجمع ونحصل على عجين. بسم الله على بركة الله، نبدأ نضيف الماء ونخلط. نبدا بهذه الطريقه، نضيف الماء ونخلط صافي، وغادي نبدا نعجن. بعد ملي جمعت الدقيق والفينو راني دابا ولا عندي عجين، وغندلكو مزيان. كل ما دلكتيه مزيان دلكيه مزيان راه غيجي البطبوط ديالك زوين ومنفوخ. عطيه الدليك، شفتوا معايا العجينه ديال البطبوط ديالي كتجي مرخوفه، ما كتجيش قاصحه، كتجي مرخوفه. ودابا غادي نجمع العجين ديالي بهذا الشكل بالدقيق، رش الدقيق ونجمعه. وغادي نرش الدقيق فوق سطح العمل وناخذ مدلك ونبسط العجين ديالي بهذه الطريقه، طريقه سهله صافي. وخديت هاد القطاعه هي اللي غادي نقطع بها ميني بطبوط. اللي ما عندهاش هاد القطاعه تقدر تستعمل كاس او زلافه صغيره. صافي، وغنستمر بهذه الطريقه حتى نقطع العجين اللي عندي كامل. ودابا رشيت هنايا هاد طابله صغيره، رشيتها بالدقيق وضعت فيها ميني بطبوط ونخليه حتى يخمر ويتضاعف. نغطيه ونخليه حتى يخمر كيف ما شفتوا معايا البطبوط ديالي خمر. دابا غادي نبدا نطيب فيه. هنايا عندي هاد المقله راها سخونه حتى سخنتها، ملي نسخنها مباشره نبدا نطيب في البطبوط ديالي. صافي، ونستمر بهذه الطريقه حتى نكمل البطبوط اللي عندي كامل في الطياب. كيجي زوين بزاف وساهل واقتصادي، غير جربوه ان شاء الله غادي ينجح معاكم. صافي، وغنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل البطبوط اللي عندي كامل. هذا هو الشكل النهائي ديال ميني بطبوط، كيجي رائع وزوين وفي المتناول. انا متاكده الى جربتوه بنفس الطريقه غادي ينجح معكم. بالنسبه للتقديم يمكن لك تقدميه بهذه الطريقه خاوي او تعمريه باي حشوه حبيتي، راه كيجي زوين. وما تنساوش لعجبكم هذا الفيديو ديالي بارطاجيوه مع الاحباب والاصحاب والاقارب، وعلاش لا في مواقع التواصل الاجتماعي. وما تنساوش ايضا الضغط على زر لايك والاشتراك بالقناه وتفعيل ميزة الجرس، وتخليو شي تعليق يكون زوين باش تشجعوني وتدعموني. نتمنى لكم شهية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله.